السلام عليكم. نشكر القناة والمتتبعين ديال العالم 24 للمساندة ديالكم والدعم ديالكم ليا. دوزت الجلسة ديال ثبوت النسب ديال بنتي، تأخرت الجلسة 24/3 باش يتبلغ، حيت ما تبلغش داك دار لي السيد القاضي التبليغ عن طريق البريد المضمون، ما تبلغش، ودابا عودوا طار الاجراء كيفاش يتبلغ. انا ما باغا حتى شي حاجه، انا باغا غير النسب ديال بنتي. هاد السيد غيجي يدير لا دي ان، لما كانش هذيك الساعه بنته تحكموا عليا المغاربه كاملين باش ما بغيتو، يحكم عليا القضاء المغربي باش ما بغى، وانا مستعده للعقوبه وعان بقى مستعده للعقوبه. ودليت بشي اوراق ومازال غادي ندلي ان شاء الله بشي اوراق. عندي 30 شهد هنا كيشهدوا هاد السيد راه راجلي. شنقول لك، ومازال غادي نزيدوا شهود، مازال غادي نزيدوا شهود، ولا كيتبتوا هاد السيد ماشي غير على البنت، تيتبتوا بان هاد السيد راجلي المده ديال 4 سنين وحنا مزوجين، 4 سنين وحنا مزوجين، 4 سنين وحنا كيضحك عليا، استغني ماديا جنسيا اي حاجه استغني فيها. في الاخر حتى تنكتشف ها انا كون ما مشيتش هذاك النهار وديت له البوليس باش نعرفوا راه ما كاين لا زواج لا والو. اي ربي والنيه، مشيت غير بنيتي وغدا مع ولاد الحرام غير بنيتي، مشيت بنيتي حتى ربي حصلو، ربي حصلو، حتى تنكتشف ان كون ما كنتش انا مزوجه به راه ما نعيطش للبوليس نقول لهم اجيو لقيت راجلي مع وحده. والله ياخذ فيه الحق، حسبي الله ونعم الوكيل. المستجدات ما كاين والو، ما صافي ما تبلغش، خاصو التبليغ ضروري، خاصو يتبلغ هو، وكنحضر غير بوحدي كيف شتي. انا ما معايا لا محامون، ما معايا لا جمعيات، ما معايا حتى شي واحد، كنجي نحضر بوحدي، بوحدي كندخل، بوحدي كنبقى لا اله الا الله. كنطلب من المحامون يشوفوا الحال ديالي ويجي ينوبوا عليا، حيت المحامية اللي كتنوب عليا فهذا راه بزاف عليها تبقى غادا جايه. الاستاذه مريم الادريسي راه بزاف عليها تنوب بحديثه تبقى غادا جايه من كازا حتى القنيطره. لو كان غير هذا الميل في الاخر تسالى هذيك الساعه راه تشد هي، هذا تبقى ماشي غتبقى تشتي ما عرفت شحال من مره في الشهر، راه بزاف. حسبي الله ونعم الوكيل. وكنوجه واحد النداء لجميع المحامون يوقفوا معايا، يوقفوا مع بنتي مريم، والجمعيات هما كنطلب منهم يجيو يساندوني يوقفوا مع بنتي مريم، جمعية حقوق المرأة، حقوق الطفل، كلهم كنطلب منهم هذا النداء هذا يجيو يوقفوا مع بنتي. وكنطلب من جميع المنابر الصحفية يوقفوا معايا ويجيو عندي، انا كنطلب منهم يجيو عندي جميع المنابر الصحفية يوقفوا معايا، هذا هو الطلب اللي كنطلب منهم ومن خوتي المغاربة كاملين يوقفوا معايا. الجلسة ديال الضرب والجرح هي اللي جاني فيها انهيار عصبي، كان جا حضر واحد الاستاذ نصب على الاستاذه مريم الادريسي باش يدير التبليغ عن طريق المحكمه، وصافي تعصبت ما شعرتش براسي، بقيت كنبكي شفت الحقره، الحقره اللي شفت ما كايناش هاد الحقره والله العظيم. تحقرت يعني انا في بلادي تحقرت وتظلمت وما كنطلب شي حاجه، ما كنطلب حتى شي حاجه. هاد السيد هو اللي داعيني، داير لي تهمه ديال الضرب الضرب واهانه محامي، ومع العلم حتى هو متابع في هاد الملف، حتى هو متابع فيه بالضرب، حتى هو متابع فيه وما كيجيش يحضر. فاش كنت اعتقلت هنايا، فاش قال لهم راه ضرباتني، فاش اعتقلت جا هو واحد صاحبه، فاش جاوا البوليس كانوا غادين بيا هنايا. هذيك الساعه انا حامله عندي 8 شهور ومضروبه وما تنقدرش نتمشى، وغاده جاي لي البوليس داوني وهما وقفوا قدامي بقاو تيديروا لي بحال كوس يضحكوا زعما دير المينوط. انا درت المينوط، انا مشيت للكوميساريه، انا تقدمت عند السيد وكيل الملك وكيحصل لي الشرف نتقدم قدامه، وكيحصل لي الشرف نمشي مع البوليس اللي تدير لي بحال كوس زعما درت المينوط. انا درت المينوط، انا مراه ودرت المينوط ومفتخره بها، علاش؟ حيت درته ظلما. يلا اللي وتيقول لي انا تبعني حتى للكوميساريه، وهاد الصداع ناض وخرجت واحد الضابطه دخلتني في حلقايا وداو هو ودخلتني عند البيرو، بقات كتسكتني، عرفتي واحد الحاله شداتني هذاك النهار. وان راه مراه حامله عندها 8 شهور الحماله، تصور المراه حامله كيفاش غتكون، واش غتقدر تتمشى؟ وعاطيني الطبيب راه كلشي غادي يعرفها، عاطيني الطبيب ما نوقفش، ما نبقاش نوقف، بقى غير ناعسه.
على حساب الحمالة، ورا أي أم غتكون دايزة من هادشي وغادا تعرف هادشي هذا. وتابعني حتى الكوميسارية وتيديروا لي شي حركات ما نقولكش عليها، والله ياخذ فيهم الحق، الله ياخذ فيهم الحق. ورغم ذلك كنشكر البوليس، تهلاو فيا البوليس، تعاملوا معايا البوليس مزيان، كنشكرهم البوليس ديال قنيطرة.